طيب تعالوا نشوف، شوف ايه ده بقى اللي بيحصل هنا ده. كيف بهدلة اهي 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 اهي. دي العصيان دي هموم، اعباء، مسؤوليات، عقبات، مشاكل. كل العصيان دي رمز لكل الحاجات اللي انا قلتها دي. شيلة تقيلة يا ميزان، عندك مسؤوليات كتير قوي مش ملاحق. على الاغلب دي مسؤوليات في العمل، العمل للناس اللي بتشتغل، مسؤوليات لستات البيوت طبعا، مسؤولياتهم كبيرة وشغلهم كتير جدا، اذا ما كانش يوازي فهو يزيد شغل الراجل برضه، وانا اعترف. الناس اللي بتشتغل تقريبا عايز تروح شغل تاني، تعبت خلاص، شايفة ان ارهاق شديد جدا جدا بمقابل مش مرضي، يعني هما مش حاسين ان مجهودهم على قد المقابل اللي بياخدوه، فعايزين عمل جديد وشكل فيه عمل جديد فعلا. اسعوا بس، انتوا اسعوا وان شاء الله في عمل جديد. او هتعملوا عملية مثلا، تاخدوا تدريب في حاجة بحيث ان تغيروا المكان بتاعكم، المسؤوليات تقل عليكم شوية. اطلبوا المساعدة يا ميزان، الشيلة تقيلة انتوا مش عارفين تشيلوها فعلا، زي ما انتوا شايفين مش عارف يرفع العصيان من على الارض، دي شيلة اكبر منكم. حاولوا انه تخففوا الاعباء شوية عن نفسكم علشان تعرفوا تكملوا. شايفة قدامي ذا لافرز، مش هرفع الكارت ده لان عريانين مش عايزين مشاكل. ذا لافرز الحب، في ارتباط، لا الحمد لله رجع، ارتباط بالشريك او في حالة اختيار. الميزان بيختار شريك، اوكي، بس شكل الاختيار ده يعني هي حاجة شكلها في اولها كده بس مش هتكمل. ده للناس اللي بتعرفوا، الناس اللي لسه في مرحلة التعارف. ليه؟ شايفة بعد، مش هيعجبك اللي انت هتشوفه، هتمشي. لا شكرا، مرسي جدا. ممكن يكون البعد ده للناس المرتبطين بالفعل، يعني مش لازم يكونوا في اول تعارفهم. انا حسيت بطاقة الكارت ان هو تعارف من اوله، بس برضو ممكن تنطبق على الناس اللي اوريدي في علاقة. شايفة حد بيدور ظهره وماشي، لكن البعد ده قرار صائب، انت لازم تعمل كده. ليه؟ حاجة من الاثنين، يا اما العلاقة دي بتضرك فهو احسن لك ان انت تبعد عنها، او الشريك محتاج يخاف ويحس بقيمة بعدك فيبتدي يقدرك اكتر، والله اعلم. ده حرمت انت حابب تنسحب وانسحب وقاعد بتفكر، تفكر لوحدك. الحكيم ده شخص بيحب يفكر لوحده، ما بيحبش يسمع نصايح حد، بيسمع من هنا بس ما بيستجبش، بينفذ اللي في دماغه فقط. حابب تفكر، انت زعلان من حاجة معينة منغمس جوه ذاتك يا ميزان، وقاعد مستني تشوف الطرف التاني هيعمل ايه، وافتكر الطرف التاني هيجي لك جري. بصوا اهو، انا اسف، حقك عليا، اوكي. يا رب يمشي الموضوع زي ما انا شايفة كده. شايفة قدامي كمان نجاح، the world. انت شغال على حاجة، انت بتعمل حاجة، او انت بتعملي حاجة، حتى لو في البيت، ست البيت، الراجل اللي بيشتغل، المهام اللي عندك الشهر ده هتكملها على اكمل وجه، اكتمال دائرة، full circle. حاسس بفخر بنفسك؟ اي نعم، احنا ما بنديش لنفسنا الكريدت ده، لازم نسمعه من حد، فانا هو بسمعهولك. الشقاء اللي انت فيه ده نهايته او المردود بتاعه نجاح 100%. انت عامل حاجة ما تخرش المية. الست اللي قاعدة في البيت بتراعي بيتها وولادها، انت عاملة شغل 100%. تخرج نفسك وحط ثقة في نفسك، وانت فعلا بتعملي حاجة معجزة، انت بتعملي معجزة كل يوم. بالنسبة للعمل، اللي بيشتغل برضو في العمل ومطحون بالشكل ده، انت بتعمل معجزة كل يوم. برافو عليكم، وحسوا بالفخر وقيمة اللي انتوا بتعملوه. ما تستنوش ان حد يقدركم ويديكم التقدير ده من بره، ادوه لنفسكم. في حالة، في اساس لشيء، انت حاطط حاجة، ناوي تعمل حاجة كده وحاطط لها اساس. الاساس ده ممكن يكون افكار، ممكن يكون خطوات بالفعل.
ممكن الحاجة دي تكون أي حاجة، ممكن تكون مثلا قررت إنك أنت مثلا هتصلي كل يوم، قررت أنت هتصوم اتنين وخميس، قررت إن أنت هتطلع حاجة لله، قررت إنك أنت هتبتدي شغل جديد، قررت إنك أنت هتتعامل مع أهل بيتك بشكل أحسن. في حاجة أنت حاطط أساسها بس لسه عايزة شغل، بس الفكرة في دماغك. اللي أنت هتعمله ده هيضيف ليك توازن حلو جدا لحياتك يا ميزان. انت اوريدي شوف طلع لك الميزان وانت ميزان، هيزيد التوازن عندك. صوره حلوه جدا زي ما انتم شايفين، شمس طالعه وبحيره وحاجه في منتهى الجمال، يعني انت فعلا عايز الكمال. في ارتباط واضح، الميزان في حاله حب وفي حاله ارتباط، لكن واضح ان في بعد او في فراق بيحصل، وانت حابب ان انت تنسحب شويه وتفكر لوحدك، وده قرار صائب يا ميزان. الشريك هيحس بالغلط بتاعه، هيبتدي يقرب وهيبتدي تمام. الشريك لما هيشوفك انت بتبعد وتديله ظهرك وابتديت تفكر وتقيم العلاقه، هيحس بغلطه، هيجي ويقدم اعتذار وهيبتدي يصالحك ويرجعك ليه تاني. شيلتك تقيلة جدا يا ميزان، الإرهاق واضح واضح واضح، مفيش يعني انت فعلا مش قادر خلاص، الأعباء زادت عليك جدا. حاول تساعد نفسك شوية، شكلك هتدور على عمل جديد وبإذن الله هتلاقي عمل جديد. حاطط الأساس لشيء كويس جدا جدا. باظ التاني اللي بيقول لي انت مشركة بالله ده، يعني استغفر ربنا والله يسامحك بس كده. حاطط اساس لحاجه وان شاء الله الحاجه دي هتضيف لك توازن كويس جدا عندك يا ميزان. قرايتك حلوه قوي قوي قوي. تعالوا نشوف بقى حالته العاطفيه اخبارها ايه. اوكي الصوره راحت. طب يا جماعه معلش، هو الانترنت بس حصل فيه حاجه، ممكن تخرجوا وتدخلوا تاني؟ الصوره عندي مش كويسه لان انا شايفاه كويس، والناس بتكتب كومنتس، واصله لي كومنتس عادي خالص. ها يا دينا ربنا يخليكي، ما انا سبتيني منه. بس لازم برضه اقول له حاجه، لازم يعرف ان اللي قاله ده حرام، هو اخذ ذنب مش انا. ان حد شخص لي في حياتي ممكن اعرف مين وازاي اعرف. احمد اللي انت بتتكلم عنه ده مش طارو خالص، ما اقدرش اقول لك مين وازاي. الطارو حاجه فيها اجمال، يعني فيها حاجات تتكلم ان جنرال اكتر. زي ما انتوا عارفين الترو ما بيقديش وقت، الناس بتسألني امتى، ما عرفش، ما بيديش وقت، ما بيديش اشخاص، ولا حتى انا درجة اوصفهم لك، حتى بتبقى حاجة جنرال جدا. ميزان كلامك صح، بشكرك يا ريان، واضحة وبشكرك يا هويدة قوي يا حبيبتي يا بنيت دانتي لقمرين. كل الابراج اتقالت يا جماعة، هتتعاد ان شاء الله ابتداء من ديسمبر. فاضل لنا برج واحد بس وهو برج العقرب، ان شاء الله هنقوله بكره او بعده بالكتير. في حقيقي فعلا حصل معايا ودورت على شغل كتير. طيب يا رو استمري استمري، دوري او حاولي تاخدي حاجه تمرين في حاجه، بحيث انك انت تترقي مثلا، تبتدي الشغل المتكاتل عليكي ده يبتدي يقل شويه. حبيبتي يا كريس يا روحي بشكرك. بشكرك احمد حسن جدا. اوكي انت عارفه يا ربنا يخليكي يا دينا، فانا والله كلمك صح. طب بتعيطي ليه يا نورهان؟ ده قرايتكوا حلوه قوي. اما ازيك يا اما؟ اما كمان دي صديقتي، ازيك يا روح قلبي، بوسه طبعا ليكي. بشكرك يا دعاء قوي قوي قوي. احكي لك عن الحوت روان، انا حكيت عن الحوت الشهر ده. حبيبتي يا ولاء بشكرك قوي. اتكلمت عن الحوت، الفيديو مسجل موجود في الصفحه، ادخلي شوفيه. كانت قرايه برضو متميزه جدا بتاعت الحوت. طيب يلا نشوف الحاله العاطفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي الميزان عاطفي شويه على فكره، الميزان عاطفي. الله يا سيدي، حلو قوي قوي قوي.
طيب الميزان كوين اوف كابس، اوكي، ابتدى يقيم العلاقه بعقله، ده منحي العاطفه خالص، او حاسس انه مش وقتها دلوقتي ان هو يقيم العلاقه بعواطف خالص، منحي العواطف وبيفكر بعقله وقاعد واخد حذره جدا جدا. نفسه العلاقه تكون بالقوه والصلابه اللي هو رسمها او متخيلها، بس عايز اطمنك يا ميزان، العلاقه فعلا قويه، ممكن تكون بتمر بمرحله فيها شويه تغيير او اي حاجه من الحاجات دي، لكن هي فعلا قويه. شايف شريكك ازاي؟ انا شايفه ان هو يمكن سلبي شويه، يعني قاعد ما بيعملش حاجه، انت اللي بتعمل كل حاجه، شايف ان انت شايل مسؤوليه اكتر منه، انت بتدي اكتر منه، وهو مش عايز اسميها سلبيه، بس عايزه اقول انه مش مدي نفس الحاجه، مش مدي لك الميزان، ميزانك مش مظبوط، وانت كل حاجه عندك بميزان، الميزان عندك مبوظه لك، مش مدي لك اللي انت محتاجه. في بقى هو عايز ايه؟ شريكك عايز ايه؟ هو شريكك شكله مش عارف يعمل لك ايه، يعني هو باصص على كوره كده واعمل له ايه، انا مش عارف اعمل له ايه، هو مش فاهم. نفسه يعني نفسه يهديك ويروضك، يعني مش يروضك، بصوا اهدى يا حبيبي، اهدى، انا كويس والله، انا معاك، انا بس مش عارف اعمل لك، ادي لك اللي انت عايزه، بس انا بحبك انا ومش عايز ابعد عنك، ونفسي اعمل لك كل اللي انت عايزه، بس فهمني اعمل ايه. تمام، شايفك بتتغير، بتتحول، بص اهو بتتغير خالص عليه، متغير عليه. والله يا ميزان شايفه انه ملوش داعي خالص، الطاقه ما بينكم، بصوا الجمال، انا شديت كارتين عشان اتاكد، بصوا الكارت الاصفر منور ازاي، وده بيدل على الفرص، انتوا علاقتكم مليانه فرص، يعني كل ما تحصل بينكم مشكله بتدوا بعض فرص، والحياه بتديكوا فرص، وكمان معافاه وصحوه، لو كانت العلاقه دخلت في حاله ركود مثلا، ابتديتوا مثلا تملوا، وده شيء طبيعي جدا بيحصل في كل العلاقات كل يوم وفي كل حته، ففي معافاه، في صحوه كده هتحصل ان شاء الله. بصوا بقى اللي بياكد، لان الكارت كمان اكد لي المعلومه دي. اول حاجه هنا في عطاء، بقى هنبتدي ندي شويه في عطاء، افتكر العطاء ده هيبتدي يبان للشريك لو قراءه المجموع الحاله العامه انطبقت فعلا، وانت اديت لشريكك ظهره، هيبتدي هو يجري وراك، ويبتدي هو يصالحك، فهيبتدي يقدم حاجات اهو، بصوا هيبتدي يدي لك حاجات، ميرسي يا عمر جدا. وهنا حب، مشاعر جديدة هتبتدي تدخل جواك، وافتكر انت هتستجيب يا ميزان بسرعة جدا للتغير ده وللمبادرة اللي هيعملها شريكك، وهتبقى فرحان بيها جدا، وزي ما تقولوا حبكم هيتولد من جديد، كأنكم بتشوفوا بعض لأول مرة وبتحبوا بعض لأول مرة، وحاجة في منتهى الجمال. الناس اللي مستنيين أطفال، ده كمان كارت الأطفال، ممكن إن شاء الله يحصل حمل الشهر ده، وهيدي تاني، وهيفضل هيستمر الشريك في ان هو يدي لك اكتر، وانت كمان تقريبا انت كمان هتدي له، انت كمان وعلاقتكم زي ما قلت لكم سقفني ايه يا ميانا، انا عايزه استلف ولا عايزه حاجه، ابعد عني. فيها فرص كتير كتير، مليانه فرص، العلاقه حلوه قوي يا ميزان، والصراحه شريك الميزان لازم يكون يعني يحس ان هو محظوظ، قد ايه محظوظ ان هو مع ميزان. الصوره فيها حاجه فعلا ولا كده ظبطت؟ اه ده هي الكاميرا ما كانتش نظيفه بس. اوكي الكومنتات راحت فين؟ الكومنتات راحت فين؟ حد يكتب كومنت كده يا جماعه؟ طيب ارجع ارجع تاني. اوكي الكومنتات واقفه، حد يكتب كومنت كده؟ هو الانترنت شغال كويس اهو، امال ايه اللي حصل؟ طب انا هكمل قرايه ان شاء الله، هي هترجع لوحدها. سوري يا جماعه مش شايفه كومنتاتكم خالص.
ولاء او راشد، حد بليز يقول لي الصوره حلوه وكله تمام. طب انا مش شايفه كومنتات ليا لولو، مش شايفه كومنتس، مش شايفه كومنتس خالص. ثواني كده انا هكتب اي حاجه. ايوه رجعت.